يا مساء الفل عليكم، واهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم ربيني صح. ربيني صح هنا التربية، اي أسرة، اي اب، اي ام نفسه صناعته ومشروعه في اولاده، ازاي اربيهم صح، ازاي يبقوا عندهم كل اللي محتاجينه في التربية، يكون عندهم كامل مكمل مش ناقصه حاجة، علشان ده هيساعدهم قدام شوية، ان كان عمليا او تعليميا او في اي حاجة هيشوفوها في المجتمع، او يبدأوا لما ينزلوا الشارع او ينزلوا شغل او ينزلوا مدرسة او ينزلوا اي حاجة، السلوكيات دي والتربية دي هتأثر عليهم بشكل كبير جدا. خلونا نرحب بس بالاستاذ احمد المشهوري، اخصائي تربية طفولة. يا مساء الفل عليك، اهلا وسهلا فيك، منورني. الله يكرمك. طيب خلينا نقول موضوع كبير عميق مهم أكيد. لكل أسرة، مهم لكل بيت. انت قلت لي قبل الحلقة عايزين هنتكلم العودة بأطفالنا إلى الفطرة السليمة في التربية، صحيح؟ صح كده؟ صحيح، صحيح. هو الموضوع كبير شوية، في بعض الحاجات بتيجي في ذهن الإنسان على طول أول ما بيسمع الجملة دي، هل في حاجات مفقودة؟ طب إيه اللي فقدناه؟ إيه اللي هنرجعه تاني في الفطرة؟ إيه هي الفطرة؟ حاجات كتير، بس خلينا نخش الأول. أنت بتقول لي أخصائي تربية طفولية، كلمة أخصائي هنا أو كلمة حد بنستشيره في التربية، عنده حلول، عنده خطط، عنده دراسات صحيح تؤدي إلى ده، فهطلع من هنا، هي تربية الأطفال ليها خطط أو ليها معادلات علشان أطلع ابني أو بنتي متربي كويس، صحيح، ناشئ كويس؟ صح. احنا بنتكلم دايما عن التربية، إن إذا كنت تريد تربية سليمة فعليك بالرجوع لأساسيات الفطرة اللي اتكلم عنها، أساسيات الفطرة اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: كل مولود يولد على الفطرة. ويمكن حضرتك طليت على جزئية الفطرة من خلال التعريف بتاع الكلمة يوم نفسها. هنرجع يعني ايه فطرة، هنرجع لها. ففكرة الفطرة، انا محتاج تربية سليمة تلائم المجتمع وتزيد فيه نجاح، يعني تلائم المجتمع اللي الطفل بيعيش فيه، ثم بعد ذلك تزيد في نجاح المجتمع نفسه. الطفل هيبقى عنصر من عناصر نجاح المجتمع، صح؟ وبناء عليه انت محتاج مجتمع ذو فطرة سليمة حتى ينشأ طفل سليم. وهنا هيبقى عملية التبادل ما بين، صح، ان انت بتنشئ الفطرة وفي نفس الوقت بتربي على الفطرة. تمام. والفطرة هنا يعني محتاجة ان احنا نهيئ كل بقى احنا بنعرف الفطرة يعني ايه فطرة. طبعا. طب نقول الفطرة، ماشي، نكمل الفطرة. الفطرة بمعنى كلمة صبغة. 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 انت محتاج صبغة تصبغ بيها الطفل، اللي هي الصبغة الحسنة، الصبغة السوية، الصبغة المرادة من كلمة فطرة. كل الصبغات بقى، من صبغة الآذان، صبغة اللسان، صبغة السلوك، صبغة العقيدة، كل أنواع الصبغة اللي انت محتاج، كل دي في الفطرة. كل ده في الفطرة. طب بس سؤال برضه، عشان انت بتقول ايه العودة بأولادنا إلى الفطرة السليمة في التربية، ما انا هفهم هنا من الجملة ان الفطرة هنا مفقودة او مش موجودة او مش إلا ما رحم شايفينها ربي. الا ما رحم ربي. طبعا احنا بنتكلم ان انت محتاج تؤهل المجتمع بكل عناصره عشان نوصل للمفهوم بتاع الفطرة السليمة اللي احنا عاوزينه. بنتكلم عن ان احنا عندنا خلل في المجتمع في جزئية التربية، وجزئية التربية هنا ممكن ما تكونش عن تعمد، يعني ممكن ما يكونش احنا قاصدين، ممكن ما يكونش احنا قاصدين اصلا ان احنا نوصل ان يبقى في خلل في الفطرة داخل المجتمع. ممكن. طب هي الفطرة فقط بس هي اللي بتأثر على التربية، ولا في عوامل تانية؟ بس في عوامل كتير. في عوامل كتير. في عوامل بس كتير. احنا هنتكلم النهاردة عن الفطرة فقط. طبعا. تمام. طيب ايه اكتر حاجة بتأثر على الفطرة طالما هنتكلم عن الفطرة؟ البيئة. البيئة. طب ومن خلال البيئة تاخد بقى كل العوامل الموجودة فيها، بما فيها السوشيال ميديا اللي موجود حاليا. البيئة بتتمثل هنا في ايه؟ في المكان، بتتمثل في المكان كمكان، في المجتمع، في الأب والأم والأسرة بكل عناصرهم. انا هكتب وراك بس. المكان، الأسرة، ايه تاني؟ المباني. المباني من مكونات البيئة، وانت محتاج ان انت تؤهل هذه المباني حتى تلائم الفطرة اللي انت بترجوها. المدرسة مثلا، المدرسة، الأصدقاء مثلا، أماكن الترفيه، الأصدقاء، الشارع. طبعا كل دي كلها مكونات بتمثل لي مؤثرات على الطفل
وفي النهايه بتديني الفطره اللي انا عاوزها اللي هي الفطره السليمه التربيه السليمه. والتكنولوجيا كذلك طبعا. طيب لو خدنا جزء جزء، انت بتقول لي كل ده بيأثر على الفطره فبالتالي بيأثر على التربيه طبعا صح. الاسره هقول دور كل واحد ايه وامتى يكون عنده خلل. انت قلت لي الاسره والمدرسه او الحضانه، الاصدقاء، الشارع، المباني، التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي زي الموبايلات او صحيح صحيح. او التلفزيون او الحاجات دي. لو اخدها حاجه، ايه دور الاسره علشان ارجع تاني الفطره للطفل في التربيه، او اساعده متربي كويس، اساعده في التربيه؟ احنا عندنا ادوار كتيره جدا للاسره. لو احنا فهمنا مراحل الطفولة عامة ومراحل حياة الإنسان بشكل عام، هنقدر نفهم من خلاله دور الأسرة والأدوار الأخرى. يعني أنا عندي مثلا قاعدة بتقول لي إن كثرة التكرار تفيد الاستقرار. كثرة التكرار تفيد الاستقرار. لو عمل شيء متكرر متكرر متكمل خلاص استقر، خلاص هو سواء إذا كان سلبي أو إيجابي. يعني لو فرضنا جدا بس إن هو احنا هنا نختار الإيجابي. طبعا احنا محتاجين بقى هنا دور الأسرة في تقويم المكرر ده. الشيء المكرر بالكاف محتاجين ان احنا نقومه، وده دور الأسرة. يعني لان هو يكرر اكتر في يعني البيت. يعني لو الأسرة الاب والام بيلعبوا رياضة، امارس رياضة هيلعبوا رياضة، بيقرأوا قرآن هيقرأوا قرآن، بيقرأوا كتب هيقرأوا كتب، بيسمعوا اغاني هيسمعوا اغاني طبعا. وبيدخل فيها كذا عنصر بقى داخل الأسرة. دور بناء القدوة نفسه القدوة. داخل الأسرة يبقى الطفل هيقتدي بمين؟ انا ايوه ما انا جيت هيقتدي بايه؟ القدوه بقى. القدوه هنا هل الطفل بيبقى القدوه بالنسبه له ما بيخرجش بره الاب والام؟ لا ممكن، لا ممكن ياخد قدوه من اي انسان اخر داخل الاسره او في الشارع اللي بيعيش فيه. طب انا اعرف ازاي ان الشخص ده بقى القدوه بتاعه؟ من خلال ان انت بتشوف ميوله لانهي شخص. انت بتحب انهي شخص اكتر؟ بتقرب من انهي شخص اكتر؟ بتتعامل مع انهي شخص اكتر؟ امتى بيبقى عندك قابليه بصدر رحب للشخص المعين؟ هل ده ولا ده ولا ده؟ وبناء عليه انت بتبدا تشوف الشخص ده احنا محتاجينه يكون قدوه ولا لا. دي جزئيه مهمه جدا، لان احنا يعني كان حتى علقمه رضي الله عنه وارضاه قال جمله جميله جدا لابنه، قال له يا بني ان عرضت لك صحبه الرجال حاجه فاصحب. وهنا بقى دور الاسره، انت محتاج تعمل ايه على اساس ان انت تختار الانسان اللي بيقرر الفعل المعين وانت شايف ان الطفل ده بيقتدي بيه. هرجع برضو هكمل في القدوه. القدوه دلوقتي انت بتقولي ان هو في شخص بالنسبه له، ممكن يبقى الام، ممكن يبقى الاب، طبعا. ممكن يبقى شخص ممكن مشهور، ممكن يكون اي عنصر. طبعا ممكن يكون اي شيء. بس الاقرب مين؟ الاقرب مين؟ الاب طيب والام. لو انا طبعا. لو انا لقيت دلوقتي ابني او بنتي القدوه بتاعتهم شخص انا شايفه بالنسبه لي شيء سلبي، او الشخص ده سلبي بقى، هنا يجب التدخل. طب ازاي هخرجه من القدوه دي؟ ما هو انا لازم اخلق البدائل. اخلق البدائل طبعا، لازم اخلق البدائل. انا دلوقتي شايف ان هو بيميل لعنصر كل افعاله سلبيه وتؤثر بالسلب على الطفل. في الحاله دي لازم انا اللي اختار كولي امر، وبالذات في المراحل الاولى من مراحل الطفوله. انت اللي لازم تختار القدوه لابنك وتختار مواصفاتها. والكلام ده مش هيجي الا عن طريق العلم. لازم يكون رب الاسره نفسه يكون عنده علم وادراك للمساله. يعني خلينا نتفق على حاجه، مش كل الاب وام دارسين ازاي يتعاملوا بالمعادله. احنا اتفقنا في الاول الحلقه ان في معادله، المعادله دي لو تمت البنت او الولد هيطلع من صغره ناشئ صح ومتربي صح. صحيح. ما هو مش كل اب وام عندهم المعادله. ما هنا بقى بيجي دور السلسله الاخرى. لو انا عندي اسره ما عندهاش وعي بالمعادله دي، وما عندهاش وعي بالمعلومات اللي احنا بنتكلم فيها دي، مين اللي هيكون صاحب الكنترول في المساله دي؟ وهيبدا ان هو يعرض نفسه على الاسره بحيث ان هو يدي الخبرات ويدي المعلومات في الجزئيه دي. جزئيه مهمه جدا اللي حضرتك بتتكلم عنها. انا بنتعامل مثلا في مجتمع ريفي. تمام. هل المجتمع الريفي كل الاسر اللي فيه وكل العناصر اللي بتربي فيه، هل هي عناصر مؤهله ان هي تخرج لي طفل سوي من حيث التربيه ومن حيث المعلومات ومن حيث كل الايجابيات اللي احنا محتاجينها في الفطره؟ لا، مفيش حاجه 100%. ما هتلاقيش حاجه 100%. وبناء عليه هنا بقى التدخلات اللي هتيجي عن طريق السلسله الاخرى، منها مثلا يمكن حضرتك حتى محضر عنصر من العناصر دي، دور الروضه. هل دور الروضه او المدرسه بيقتصر على التعليم فقط، او ان انت تستقبل فقط الطفل عندك لفتره معينه من الوقت؟ بشوفه في بعض الحاجات الانترناشونال شويه، او بعض الحاجات اللي هي
بتبقى من الاوبشن بتاعها تعليم سلوكيات وتربيه. لا ده دي جزئيه من 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 اهم عناصر عملهم، من اساسيات عملهم اصلا، ان هم لازم يتعاملوا في تعديل السلوكيات والمعامله مع السلوكيات السلبيه وتعديلها. ده جزئيه مسلم بها داخل الروضات الاكاديميه المؤهله لذلك، لان للاسف احنا دلوقتي بنتعامل في جزئيه يعني باللفظ العام كده كله بقى بتاع كله، ودي مش 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 مطلوبه. الفهلوه الفهلوه بدانا نشوف جزئيه الفهلوه في تخصص هو بالفعل خطير، يعني التربيه الاسريه. لا انا بتكلم على الروضات. الروضات. فانا لما بتكلم عن الروضات دلوقتي اللي هي اصلا هتكون حلقه الوصل ما بين الطفل. بس انا عشان الموضوع هنا خطير بقى. طب انا 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 كولي امر يهمني لما اودي ابني مدرسه او حضانه المنهج المطلوب منه، ان كان يتعلم القرايه والكتابه ويعرف يقرا انجليش ويقرا عربي ويحسب الحساب بتاعه والماس والحاجات دي كلها، والمعلومات العلميه والمعلومات الجغرافيه والحاجات دي كلها. انا بقول مثلا كتير مننا وجهه نظرهم طالما ادى المنهج بتاعه المدرسه غير مسؤوله عن تربيته. ما هو ده الفهم الخاطئ، ده الفهم الخاطئ اللي احنا وقعنا فيه. احنا بنتعامل دلوقتي مع مرحلة ما قبل المدرسة اولا. ما قبل المدرسة. مرحلة ما قبل المدرسة في الاصل هي مرحلة معالجة بالاضافة للعلوم. تقويم بالاضافة للعلوم. تجهيز بالاضافة للعلوم. فكرة ان انت تجهز نفسية الطفل اصلا عشان يكمل حياته لبقية العمر المتبقي ليه في الدنيا. انت محتاج ان انت تكون دارس المسألة، مش مجرد فهلوة زي ما قلنا في النقطة، أو مجرد لا. ما هو أنا برد على حتة فهلوة في إيه؟ لما أكون أنا مثلا سي هتكلم عن حضانة فيها مدرس، فيها مدرسة، فيها دادة، فيها صحيح. الأشخاص اللي هيقوموا بالعمل التأهيلي أو التعليمي بحيث إن هو هيقرأ، هيكتب، هيجمع، هيطرح، هياخد معلومة، هيعرف يعني إيه مية، هيعرف يعني إيه. لكن كتربية أنا شايف إن البيت هو الأساس، وهو اللي 100% التربية جاية منه، هو القائم على الروضة أصلا. إن الدليل إن دلوقتي أنت عشان تودي بنتك أو ابنك مدرسة أو حضانة، تروح بيعملوا حاجة اسمها انترفيو. صحيح. بيشوفوا سلوكياته، بيشوفوا أسلوبه، بيشوفوا تأهيله إيه، ويقبل ممكن يقبلوه ممكن ما يقبلوهوش. صحيح. ده رد على حتة الفهلوة. بس هي في جزئية إحنا ممكن يكون خرجنا بعيد عنها شوية. إن كان مسؤول الروضة من إدارة وإشراف ومعلمات أو وفنيين غير متخصصين في مسألة التربية قبل قضية المناهج والعلوم اللي حضرتك اتكلمت فيها الآن، فهم لا يحق لهم أن يتعاملوا مع طفل. أنا مش هخرج من هنا غير بنصيحة، يعني أنت بتنصح دلوقتي أحد بيشوفني؟ لازم يكون متخصص في التربية. خلينا أكمل النصيحة وشوفني صح ولا غلط. أنا دلوقتي هودي بنتي أو ابني مدرسة أو حضانة، أدور الأول على أخصائي تربية؟ طبعا هم لازم كلهم، كل اللي بيتعامل مع الطفل لازم يكون اخصائي تربيه. حتى الداده اللي موجوده داخل المكان لازم تاخد دورات في التربيه، لازم تاخد دورات في التربيه. لك ان تتخيل مثلا ان داده بتتعامل مثلا مع اكل الـ 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 الاطفال بانافه بشيء من التقزز، دي هتديني تربيه ازاي للطفل؟ هتقوم سلوك الطفل ازاي؟ طب هنا هل المدرسه هتعالج ما ينقص البيت في التربيه؟ لازم يبقى في حلقه الوصل. احنا بنتعاون في صناعه انسان المرجو منه ان هو يفيد مجتمعه ويفيد نفسه واسرته. فاحنا بنتكلم دلوقتي على فكره ان انت لو ما عندكش نيه التواصل، انت كاداره روضه او حضانه، نيه التواصل مع الاسره اللي هي اصلا ربه الطفل ومسؤوله الطفل، يبقى انت ما يبقى انت هتفقد حلقه مهمه جدا في صناعه هذا الطفل. دي مسألة مهمة جدا. ليه؟ احنا عندنا الانسان بيمر باربع مراحل. اربع مراحل ماشي. منهم مرحلة النمو. زي ما اتفقنا دلوقتي انا وحضرتك ان احنا عندنا كثير من الاسر ما عندهمش معلومات في جزئية النمو الخاص بالطفل. يا ترى هو هيكون نمو جسدي فقط، ولا هيكون نمو عقلي فقط، عقلي وجسدي، ولا هيكون كمان نمو معلومات. فاحنا بنتكلم على جزئية مين اللي هيدي الأسر اللي هي ما عندهاش إدراك أو معلومات بهذه الفترة المعلومات دي.
غير مسؤول التربية اللي هم موجودين في الروضات وفي المدارس وحتى الأصدقاء اللي موجودين حوالين الطفل. أنا جه في دماغي سؤال مهم، احنا بنتكلم ازاي أنشئ طفل السلوكيات وكل شيء في التربية سليمة؟ صحيح، صح كده؟ انت قلت لي طب هو التربية بتفضل لحد سن كام؟ هي طبعا طول العمر، بس امتى اكون خلاص انا ابني ده هقدر اخليه ينزل الشارع يروح شغل يشتغل في اماكن ومفيش اي مشاكل لحد سن كام؟ هو في كل المراحل طبعا بينزل الشارع وبيروح وبيتعامل مع الناس. لا ما اقصدش شيء، ولكن خلاص هبقى مطمن في التعامل. حضرتك عاوز تقول امتى بتخرج امور التربية عن السيطرة بعيد عن القائمين على التربية مع الطفل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح فيها أولادكم كالريحانة فشموها لسبع. فكرة أن أنت تتعامل مع الطفل بالرأفة والود والحب والقرب لفترة سبع سنوات بالشيء المبالغ فيه ما فيش مشكلة، لأن ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فشموها لسبع يعني أغدق عليه من كل أمور الود والرحمة والمحبة. ما عاقبش يعني. طبعا موضوع العقاب ده لو كان وجب العقاب على خطأ قبل سبع سنوات لكان أولى بها الصلاة. صح. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قبل سبع سنوات ما عاقبش. علموا أولادكم الصلاة واضربوهم عليها. طيب. العشر. هرجع تاني للسؤال اللي عايز أسأله لك. ومعلش إضافة للنقطة دي. فضل. الإنسان الذي يعاقب الطفل بالضرب قبل سبع سنوات على خطأ فعله هو إنسان فاشل في التربية بكل ما تعنيه الكلمة من طب العقاب لحد سبع سنوات يكون إزاي؟ أنا ممكن يكون العقاب بالمنع بالزجر، ممكن في بعض الأحيان بالحدة غير المبالغ فيها في بعض الأحيان، أما بالإيذاء البدني فهو فشل ذريع في التربية، ما يضربش. لو وصلت لمرحلة الضرب يبقى أنت ما أنتش قادر تتعامل مع الطفل من خلال المعلومات مش من خلال طبيعة الطفل. الطفل كده كده أصلا عنده تلقائيات هتحبس معاك، هل أنت مستعد ليها نفسيا؟ فكرة الاستعداد النفسي من قبل المربي، هل أنت أصلا مستعد نفسيا أن أنت تتعامل مع التلقائيات اللي هتحبس اللي ممكن تستثير عصبيتك؟ صح، تستثير غضبك. علشان مشاهدينا برضو احنا الارقام هتنزل على الشاشة، المشاهدين اللي عايز عنده سؤال او عايز يستفسر على اي حاجة خاصة بتربية الاطفال من الصغر يتصل بينا على الهواء والاستاذ احمد هيجاوبنا. السؤال اللي عايز اروح له، انا دلوقتي بنتكلم ان ازاي ابني طفل لحد ما اهله انه يكون التربية بتاعته سليمة، هل في خلال فترة التربية ممكن اوديه مدرسه اوديه مكان او التعاملات الخارجيه اللي احنا بنتكلم عليها الاسره والمكان والحضانه والاصدقاء والشارع والتكنولوجيا، صحيح، ترجعه تاني تخليه في السلوكيات او في التربيه مش منضبط؟ احنا بقى محتاجين نفهم الاربع مراحل اللي احنا بدانا نفهم الاربع مراحل الكلام. بس هل ده ممكن يحصل؟ طبعا، ما هو لو فهمنا الاربع المراحل يبقى انا هختار المتعاملين مع الطفل من سواء اذا كان مؤسسات او افراد. يعني انا لو درست الاربع مراحل كويس، المؤسسات اللي هتقدر تدي لي الايجابي في المراحل دي مين؟ وهروح فين؟ طيب. الاشخاص اللي داخل المؤسسات دي هل هتقدر تديني الايجابيات في الاربع مراحل اللي احنا بنتكلم عنهم دول ولا لا؟ لازم ولي الامر يكون مهتم بالمساله، ما يكونش مجرد الخلاص. في بعض اولياء الامور فكرة إن هو منشغل بالأعمال ومنشغل بالوظيفة ومنشغل بالبيت كلنا هذا الرجل. فكرة إن هو يودي الطفل بفكرة الاستقبال أي ما يكون الاستقبال، هي الفكرة الغالبة عند كثير من الأولياء، وهي فكرة خاطئة. أنت خلي بالك، أنت بتربي من يربيك فيما بعد. يعني وحط تحت الجملة دي اللي أنا هزرعه هحصده. طب أكيد. طيب نقول الأربعة، احنا قلنا النمو دي رقم كام؟ النمو ولها تفصيلات. نمرة واحد وبتبدأ رقم واحد. رقم واحد النمو، اتنين عشان ناخدها تفصيلة الاستكشاف، تلاتة الاضطراب، أربعة المرحلة الرابعة وهي مرحلة التثبيت أو الثبات. طيب ناخد النمو. النمو احنا لو اتكلمنا، انت قلت لي النمو، هل هو نمو بدني فقط ولا نمو بدني وذهني ولا نمو بدني وذهني وفكري ووجدان تواجد؟ طبعا الوجدان اللي هي النفس اللي انت بتربيها بحيث ان هي تتعامل مع ظروف الحياه فيما بعد.
وده اللي احنا ودي اللي احنا بنحاول ان احنا نوجه دايما كل المتعاملين مع الاطفال عليها. فكره النمو، هل انت في التغذيه بتنتقي لابنك المواد اللي فعلا هتبني جسد سليم وصحيح يتفادى به الامراض والاوجاع اللي ممكن تقابله في مرحله الطفوله ولا لا؟ دي جزئيه مهمه جدا، لان احنا بنواجه فكره الخلل في اختيار انواع الغذاء اللي بيتناولها للطفل، وكمان فكره ان الملل في جزئيه التغذيه، ان انا بعرض على ابني نوع اكل معين وهو المعني بالفايده الجسديه زي البروتين مثلا زي ده النمو. طبعا ده كل نوع. عشان الوقت احنا معانا اقل من 5 دقائق، نخش في الاستكشاف. الاستكشاف فكره ان الطفل هيبدا يستكشف اشياء بنفسه من اول ما الطفل ما يبدا يحبو على يديه، فبيبدا يستكشف اشياء بنفسه، بيبدا يروح للكهرباء مثلا يعني او لمفاتيح الكهرباء، هو مش عارف ان دي كهرباء. الكهرباء دي فيها منافع وفيها مضار، لو اعطيته معلومه المضار فقط، الاضرار فقط اللي بتنتج عن الكهرباء، الكهرباء تموتك، الكهرباء تعمل فيك مشاكل، عايز يستكشف برضه. انت لازم تديله المنافع، انت خلاص اعطيته المضار، لو وقفت عند هذا الحد يبقى معلوماتك ناقصه، يبقى انت في التربيه ما هتجني السلبيات اكتر من الايجابيات. رحت على النار مثلا، النار تؤذيك، النار تحرقك، النار النار النار، طيب فين المنافع؟ اديني المنافع. يعني لازم تكون المعلومه كامله، ان دي فتره استكشاف الطفل فيها هارد فاضي او فارغ، بيبدا يحصل المعلومات من خلال الاستكشاف والتوجيه اللي بيحدث نتاج الاستكشاف ده. طيب. دي جزئيه مهمه جدا. الاضطراب هيبدا ياخد منك ومن الشارع، فلو ما لقيش نفسه معاك ولقيها في الشارع فهيسمع للشارع اكتر منك، اكتر من عندي. ودي فكره المراهقه اللي احنا المجتمع كله بيعرفها من 14. طبعا. ففكره ان انت لو ما قربتش منه قوي، من الطفل ده قوي، وقدرت تفهم هو عاوز ايه، ولو صحيح انت بتؤيده، ولو خطأ انت بتحاول ان انت تعدله بالوعظ وبالاشياء المحببة ليه، ده مهم جدا. لو ما لحقتش فهياخد من الشارع، وهنا انت بتجني بقى الثمار في المرحلة الرابعة السبات. اللي هي مرحلة الثبات، لان هو ليه ان اللي في الشارع بيكرر له كيانه، ليه نفسه في الرجولة في السجاير مثلا يعني كده، احنا بنرجع للتكرار اللي احنا قلناه في الاول. في التكرار طبعا. ليه الرجولة في السجاير؟ مين اللي وصل له ان الرجولة دي تيجي من السجاير؟ بعض أصحاب السوق وبعض أفراد الشارع اللي بيتعامل معاهم، وهو ليه كيانه، الأستاذ فلان، الكابتن فلان، الراجل فلان، وهو لسه ما حصلش أصلا كل هذه الصفات ولكن أعطاها له. لذلك احنا بنوجه عندنا المعلمات ايه، اوعى تنادي للطفل باسمه مجرد، أنا عاوزك تدي للطفل بداية كده الطموح من خلال بداية وجوده معاك داخل الروضة، ناديله باسم الدكتور مفيش مشكلة، ناديله باسم المهندس، ونوع في الألقاب بحيث لما يوصل لمرحلة المراهقة يلاقيك أنت قريب منه أكتر من السلبيات اللي هياخدها من الأفراد الآخرين اللي هم موجودين في الشارع، أو الأفراد اللي هيصدروا له السلبيات اللي هتأثر في شخصيته، واللي ممكن يحس بطريقة مزورة أنه هو لاقي نفسه فيها، يعني تم التدليس عليه أن أنت هتلاقي نفسك في الجزئية دي، فمين اللي هيلحق الجزئية دي؟ تمام. طيب خليني اختم، بس انا عايز نصيحه منك، ان الوقت بتاعنا خلص. الحلقه شيقه جدا وكلها معلومات قويه جدا، انا استفدت برضو منها كويس جدا، بس خلينا سؤال اخير سريع ونصيحه للمشاهد. سؤال لي، يعني انا عايز اعرف ان الطفل عندي ده عنده مشكله محتاجه اخصائي تربيه، او محتاج حد استشيره يقول لي لا انت لازم حد تستشيره يقول لك العلاج 1 2 3. هو سريعا عشان الوقت واحنا نقدر الموضوع كبير اصلا ساعه الصدر والاسئله، احنا عندنا نقطتين مهمين جدا في الجزئيه دي. تمام. اول نقطه سريعا كده، قبل ما تذهب اصلا للاخصائي، دور وابحث ايه العيوب اللي فيك انت كاسره. يعني لو ليه طفل عنده عدوانيه زائده، شوف العدوانية دي ممكن تكون سبب من أسباب معينة أنت شايفه قدام عينيك، ما ممكن ما يكونش واخد باله، يعني مثلا ولي أمر بيعاقب بشيء مبالغ فيه، تلاحظ مثلا أن طفل بيعاقب بالعض من قبل ولي الأمر، هتلاقيه بينفذ نفس الفكرة في الحضانة وفي الشارع وفي صح. فلما تيجي تقول له الطفل بيعض ليه كتير الأطفال ويتعامل معهم بالإزاء بتاع العض ده ليه،
دور في الأسرة، لازم شوف الأسرة اتعاقب بالموضوع ده فين. دي جزئية مهمة جدا. طفل عنده تبول لا إرادي مثلا، يعني لو احنا بنتكلم بقى عن العمل النفسي، الطفل بعد مثلا سنتين، بعد ثلاثة، بعد ثلاث سنين مثلا، بعد ثلاث سنين أو أربع سنوات، لما تيجي تقول لي والله ده الولد ده لازم يروح لطبيب بشري، قبل ما تتكلم الكلمة دي لازم تشوف أصلا طبيب الأسرة اللي هو أنت، اللي هو أنت كأم كأب، في مشكلة فين، أنت مشكلتك إيه في التعامل معاه، مخوفه مثلا، ممكن يكون بيتعامل معاه بعدم عدل، ما بيوازيش بينه وبين أخوه مثلا في المعاملة مثلا، ممكن يكون العصبية المفرطة، الصوت المرتفع، الإيذاء المبالغ فيه، كل دي أشياء بتصيب الطفل باضطراب نفسي، بتؤهله أنه يصل للمرحلة اللي احنا بنتكلم عنها دي، اللي هي قضية التبول لا إرادي. الانعزال نفس القضية. يعني هنا أنت بتقول هنا لو أنا شفت الطفل فيه بعض الصفات اللي احنا بنقولها دي، منعزل شوية، متعصب شوية، لازم نشوف الأسرة، عنده بعض الحاجات هنا في اضطراب، بس ممكن يكون يتعالج من الأسرة، من الأسرة قبل الطبيب، قبل الطبيب، قبل الطبيب. لو في بعض التصرفات من الأسرة مش جيدة، لازم تتعالج الأول، لأن الأخصائي اللي هيذهب ليه رب الأسرة سواء كان الأب أو الأم هيقوله نفس الكلام اللي احنا بنقوله ده. طيب احنا خلص وقتنا ومدينا الوقت كمان، واكيد احنا مش هنخلص الموضوع ده كله في حلقه واحده، في حلقات وحلقات. نورتني جدا، محتاج نصيحه اخيره للي بيشوفونا بخصوص تربيه الاطفال. احنا لازم ناخد الموضوع شويه كانه وظيفه، يعني دي نصيحه عامه لكل القائمين، وظيفة. وظيفه هي وظيفه لها روتين لابد ان يقام يوميا. وظيفتي في البيت اربي هي وظيفه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، دي مساله مهمه جدا لازم ان احنا نهتم بيها. نورتني يا استاذ احمد. الله يكرمك يا استاذ احمد، منورني، شرفت بيك وشرفت اكيد بالساده المشاهدين. الله يخليك، تحياتي ليك. خلصت حلقتنا، والى لقاء اخر ان شاء الله. مساء الخير.